ينضم معنا من اسطنبول العقيد احمد حماده الخبير العسكري السوري. مرحبا بك استاذ احمد. ما هي صحه ما يدار حول تدريب واشنطن فصائل من المعارضه السوريه لقتال الميليشيات الايرانيه؟ مساء الخير. مساء النور. تحياتي لكم وللساده المشاهدين. الولايات المتحده كانت تشترك في مشروع غرف المك والمهم في دعم المعارضة السورية. أما منطقة التنف فهي منطقة مختلفة في الدعم، فهي قاعدة متواجدة فيها القوات الأمريكية تقوم على تدريب قوات مغاوير الثورة. اليوم هناك في مشاريع عسكرية، مشاريع للقوات في منطقة التنف تقوم فيها، أو مناورات عسكرية يقوم فيها مغاوير الثورة وقوات التحالف على اطلاق صواريخ تحاكي الاهداف افتراضيه للعدو. اما الولايات المتحده فاتوقع لو كانت صادقه الولايات المتحده في قتال الفصائل او الميليشيات الايرانيه ومنع ايران من امتداد طريق لها من طهران وحتى البحر المتوسط لابقت الولايات المتحده، وربما لزادت تاثير الاسلحه التي تدعم بها الجيش الحر الذي هو المقاتل الحقيقي والصادق للقوات الإيرانية. أما إيقاف الولايات المتحدة لدعم الجيش الحر بالأسلحة منذ بداية العام 2018، فأتوقع بأن هذا الإيقاف جعل القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية. هل هذا يعني أن هذه الفصائل ربما يعني تنتمي للجيش السوري الحر، أم أنها ربما يعني كانت نتاجا لمنصات أستانا والقاهرة وغيرها؟ بالنسبة لقوات مغاوير الثورة فهي قوات للجيش الحر، كانت موجودة في منطقة التنف وهناك في منطقة البادية، ولكن وجود في هذه المنطقة لها وظيفة معينة، الحفاظ على هذه المنطقة الهامة وخاصة القريبة من طريق دمشق بغداد. كذلك تقوم الولايات المتحدة وهناك بريطانيين في دعم وتدريب هذه القوات. هذه القوات رفضت مسبقا العمل العسكري مع قوات سوريا الديمقراطية لأنها أرادت أن تكون قوات يعني منفصلة عن هذه القوات ولم تريد أن تقاتل معها، وكان دعم الولايات المتحدة إليها في محاولة فاشلة للسيطرة على منطقة. كيف يمكن للأمريكيين أنهم يعلنوا أنهم يريدون تدريب قوة عشائرية سورية للتصدي للميليشيات القادمة من العراق أو من الميليشيات المدعومة من إيران؟ كيف يمكن للأمريكيين أن يعني يعلنوا ذلك وهم يدعمون بشكل مباشر الميليشيات في العراق منذ العام 2003؟ يعني الولايات المتحدة هي التي دعمت الميليشيات الإيرانية وأمنت لها غطاء جوي، وخاصة في الموصل، معركة الموصل ومع باقي المناطق. فلا أتوقع بأن الولايات المتحدة حتى الآن يعني لديها استراتيجية واضحة أو متسقة مع الأفكار التي تطرحها الولايات المتحدة وخاصة في معاداة إيران. فأهل المنطقة هم أدرى في قتال إيران وفي منع إيران من تحقيق أغراضها، أما الولايات المتحدة تريد أن كما شيع منذ فترة بأنها تريد أن يعني تخلق جيش لحراسة الحدود في مع العراق وربما مع مناطق أخرى من أجل منع التواصل الجغرافي ما بين الميليشيات الشيعية في شرق في الحدود شرق الحدود السورية العراقية ومع غربها. فهذه الميليشيات التي يتم الحديث عنها دائما حتى الآن لم ترى النور في منطقة في على الحدود السورية. طيب، العراقية. إلى أي مدى ترى أن هناك ربما تشابها ما بين تجربة الصحوات في العراق المصنفة أمريكيا وما بين هذه التجربة الجديدة في سوريا؟ هناك يعني للأسف الشديد هناك عدد كبير من القوات العربية التي استخدمتها أمريكا واستخدمتها قوات سوريا الديمقراطية ككاسحة ألغام
في قتالها ضد تنظيم الدولة في الباغوز وفي الرقة وفي دير الزور وفي الشدادة وفي مناطق أخرى، ولكن حتى الآن هذه العناصر من جيش الثوار والصناديد وغيرها يتم استخدامها فقط، ولكن لا توجد لديها أي رؤى أو أي أهداف مستقبلية لسوريا أو لتصنع سوريا أو لتشارك في صناعة سوريا. فقط هي تنتسب لقوات سوريا الديمقراطية، والجميع يعرف بأن قوات سوريا الديمقراطية قيادتها في جبال قنديل ومن حزب البيكيكي، رغم أنها تقول بأنها قوات سوريا الديمقراطية، فليست هي سورية وليست ديمقراطية وليست هي قوات خاصة لسوريا. هي تريد الانفصال أو تشكيل نوع من المناطق الإدارة الذاتية في تلك المنطقة والسيطرة على باقي العناصر في هذه المنطقة العربية. هذه القوات العشائرية التي تروم الولايات المتحدة يعني تدريبها، إلى أي مدى تتوقع أنها ستضيف أي شيء لقوى وفصائل المعارضة السورية؟ لا أتوقع لديها أي تأثير إيجابي، فقط هي قوات إذا تم تدريبها وجعلها في الحدود ستكون متناسبة مع الرؤى الأمريكية في هذه المنطقة. أما قوات المعارضة السورية فأتوقع بأن لديها أهداف وطنية على كامل الأرض السورية، إسقاط النظام، إقامة دولة المواطنة، ومنع تقسيم سوريا بأي شكل من الأشكال، المحافظة على سوريا وإسقاط هذا النظام. أستاذ أحمد، يعني الميليشيات القادمة من العراق، هل هناك رغبة أمريكية فعلية بأن توقف زحف هذه الميليشيات عن طريق يعني هذه القوى أو الفصائل أو العشائر التي تريد تدريبها؟ الولايات المتحدة تراقب هذه المنطقة ولديها قوات قريبة جدا من القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية، يفصل بينهما فقط نهر الفرات. شرق الفرات هناك قوات أمريكية وقوات سورية الديمقراطية التي تدربها وتدعمها الولايات المتحدة. غرب الفرات هناك ميليشيات إيرانية متواجدة في منطقة دير الزور، في البوكمال، في الميادين، في مناطق أخرى. فالولايات المتحدة حتى الآن ليس لديها رغبة في قتال القوات الأمريكية الإيرانية أو ميليشياتها. الطائرات الأمريكية تجوب المنطقة وقوات الاستطلاع موجودة، ولا على أقل تقدير لكانت بإمكان الولايات المتحدة أن تقدم دعما لفصائل سورية هي من تستطيع أن تقطع الطريق أمام الإيرانيين والميليشيات في هذه الحرب. إذن لماذا تصرح الولايات المتحدة بأنها تريد تدريب هذه القوى العشائرية بينما هي قادرة على أن تقوم يعني هي بهذه بكل ذلك؟ يعني قوتها موجودة على الحدود العراقية السورية يعني وتقوم بهذه المهمة. الولايات المتحدة تريد تدريب هؤلاء واستخدامهم لحراسة الحدود هذه المنطقة والامتصاص غضبهم ولمنع ذهابهم إلى جهة أخرى، يعني لأن هناك حالة غليان وغضب ضد قوات سوريا الديمقراطية المتواجدة بقيادتها لن نقول الكردية ولكن قيادتها من جبال قنديل، وهؤلاء معروفون بشكل كامل، ولكن هذا الغليان في منطقة دير الزور والمظاهرات والرقة والسياسة السيئة لقيادات سوريا الديمقراطية فرضت على الولايات المتحدة من أجل التهدئة أن يعني تقوم بتدريب بعض القوات وتمويلها من أجل استخدامها في هذه المنطقة. ولكن لو أرادت الولايات المتحدة أن تدرب قوات وفصائل معارضة حقيقية ضد النظام أو ضد إيران لا تم التعاون مع الجيش الحر الذي كانت بالبداية تدعمه من خلال غرفة العمليات، ولكن عمليات الموك، ولكن أوقفت هذا الدعم من أجل يعني بعد هذا الإيقاف رأينا بأن الميليشيات الإيرانية سيطرت على البادية السورية وسيطرت على تدمر وعلى باقي المناطق في مساعدة الإيرانيين والقوات النظام. شكرا لك أستاذ سيادة العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري السوري، كنت معنا من إسطنبول.